شفت واحد منزل جليتش اللاعب القزم ومانو شارح للعالم، مع انه هني قالي له رحمة الوالدك شرح لنا وهو مو شارح. طيب انا رح اشرح بدون اي استغلال، ولحاله تفاعلكم بيجيب اللايكات. اول شي بيكون معاكم طاوة بتضغطوا على الكلمة الصينية. هلأ رح يتحول اللاعب لنحلة، تمام؟ بعدين لازم يكون في مركبة، انتو جايبين مركبة معاكم، كانت متور او سيارة او اي شي، بتروح عليها وبتركبوها وبتطلعوا من الدائرة الحمراء المحجوزين فيها انتو. طبعا بالمتور تقدروا تطلعوا براتها. طبعا انا بعدت كتير بس انتو ما لازم تبعدوا، خلص بس بعدتوا وطلعتوا من الدائرة فيكن تنزلوا من المتور. بس نزلتوا من المتور بصير شكل اللعب جدا غريب وبكون كبير كتير. هون تمسكوا الطاولة اللي انتو حصلتوها فبتحول اللاعب لقزم. وبتمنى يكون أفادكم الشرح. الله يسعدكم يا أحلى ناس، والسلام عليكم ورحمة الله.